يوم 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 دراسي في تنظيمو على مستوى الوزارة هو يوم جاب مناسبة الذكرى السنة الإسلامية هي قمة نيروبي من كل الدول تعهدت باش تحقق سبع الوفيات يمكن تباديها بحدود غضون 2030 وكذلك سبع الاحتياجات غير مردات لغضون 2030 وكذلك سبع عمد قائم على النوع الاجتماعي في غضون 2030 كل الأصغر تم التعهد عليها من طرف العديد من الدول اللي شاركت في هذه القمة واليوم الجزائر بهذه المناسبة نطت هذا اليوم ولكن كرساته أكثر لوفيات الأمهات السبع الأول سبع وفيات الأمهات يمكن تبدأ هذا الوطن الجديد وكانت تدير غالبية الفوكس خاصة على السويدي لا سيفيونس اي البودي ديسي ماتيرنال لأنه بدون معطيات ما نقدرش نبقى سافوار اكزاكتومون كان النيفو داكومبليسمون لسات اوبجيكتيف كم تحصلنا على الانجازات في الطريق نحو تحقيق هذا الهدف وكان من خلاله تم مناقشه او عرض ثلاث طرق بريزونطاسيون اول كان خاص بالتصريح الاجباري للوفيات الامهات تم تاسيسه في سنه 2013 وكذلك فيما يخص تدقيق في وفيات الامهات النظامين تم ont été institués le premier c'était en 2013, le deuxième en 2014, où nous avons essayé de savoir كيفاش يتم تطور جمع المعلومات من خلال هذا الجهازين من خلال هذا السيستم في خلال هذه الفترة هذه كما لاحظتم انه اللي نورجستر باتيمون بيز 2017 ماتنال كل سبتمبر المحاضرة الثانية كانت تخص بحث قمنا به في سنة 2020 ولهذا البحث كان يهدف إلى معرفة ماذا تقيد هذا التصريح الإلزامي التصريح الإجباري لوفاة الأمهات لأننا كنا نتلقاو ونجمعوا معلومات حول هذه الوفاة ولكن ما كناش نعرفوا صدر إذا حد أي حد من النسبة حنا رانا نتلقاو هذه المعلومات هل سي لي 100% هل أقل من 100% كانت هذا البحث هذا اللي تم تحقيقه في سنة 2020 ومن خلاله تعرفنا أنه هذا النظام الإجباري راه يسمح لنا أنه كان ميتكارتي في 70% من خلال هذا الدكتور هذايا في 70% كان عندنا إمكانية لتصحيح مؤشر وفاية الأمهات اللي قدر في سنة 2019 ب 48.5 وفاة لكل 100,000 ضحية وهذا المعدل كان في سنة 2016 يقدر ب 57.7 وفاة لكل 100,000 ضحية. إذا كي لاحظوا مقارنة مع سنة 2016 لاحظوا أن هناك انخفاض بتقريبا 10 نقاط وإذا كان كملنا بهذه الوتيرة هذه إن شاء الله راح نوصلوا إلى الهدف المنشود اللي هو الوصول إلى أقل من 20 وفاة لكل 100,000 ضحية سنة 2030.